الجزاء ولد عدى وفات مباراة، يلعب كرة على الجهة اليسرى، عرضية خطيرة، جول جول جول، أول في المباراة لفريق زينت، أول الأهداف يأتي الآن لفريق زينت الروسي عن طريق البرازيل. كلاودينيو مالكم، يلعب عرضية خطيرة مرت من أمام الجميع، وصلت هناك إلى راكيتسكي، عدى راوغ يا ولد، يلعب عرضية خطيرة راسية، جول كي بمحاولة الآن من وسط الملعب للتسديد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ستوربين، هدف رائع. قد يأتي الآن الرابع، قد يأتي الآن الرابع، قد يأتي الآن الرابع، نعم نعم نعم، هو الرابع، الرابع أتى الآن في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من دوفان استفدت عرضية والهدف يأتي عن طريق بيسينا ماتيو، يسجل لفريق أتلانتا، النيراتسوري يصل لشباك الفريق السويسري، وأخيرا يرجع لحكيم مرة ثانية على الجهة اليسرى، زيوش والدفاع، وصلت انطلاقة صعبة من هنالك عن طريق اللاعب سالونسو، مرفوعة بشكل رائع، ماركوس وجورجينيو، كيزا 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 كيزا، كاي هافيرتس، كرة ممتازة، لوكاكو استلم، غطى كورتو بالكويتا، لوكاكو العملية، هافيرتس كرة صعبة، هافيرتس من هنالك يجد برناردسكي خطيرة، كيزا يلحق عليه الكساندرو، رابيو دخل، رابيو رغم ان يمنى ليست كما يصراها، لكيزا خطير، كيزا خطير، كيزا خطير، كيزا توزيع، التغييرات تكون في التموقع نتاع كوادرادو، التسديدة، ديني كتوبونوتشي، الكرة برناردسكي، ماركوس الونسو، قريب جدا من الوصول، كرة خطيرة، كيزا، اوبا با 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 با، السيدة العجوز يحملها أسدها الصغير، كيزا يهز الشباك، ويلعب بروعة لسيسارا سبيريكويتا، ودو لوكاكو عنده الكرة الآن، لوكاكو التوزيعة من لوكاكو، وين صار بونوتشي يا ربي، بونوتشي والعرضية ملعوبة، يأتي لبعاد بعد ذلك، وإشارة إلى وجود قطع، أوه متعود على معانقة الشباك، ليفا كلها يا جماعة، متعود دائما على معانقة الشباك، هنا إلى أوباميكانو، يا سلام يا ليفا، التسديدة، الله جمال، انطلاقة أمامية والكرة ملعوبة، ليفا الله، ليفا لوفيت، مجموعة الأسماء هنا، محاولة ملعوبة، التسديدة، الله عنها، لكن لدينا هنا لاعب يميت كل من أمامه، حتى الآن بهجماته نفسيا يميت كل من أمامه داخل منطقة الجو الثلاثية، الله ثلاثية على اللمسة بصورة جميلة إلى ساري، أحاول تسديده، طورها وحرف علم الدفاع، هنا محاولة رأسية، الله نيونيس داخل منطقة الجزاء، مر تقدم، دخل، سدده، يضرب الأوروك يعني، ومنذ البداية افراح جماهيره في المقر، وليس لان دينامو كييف لا يقهر، الا ان برشلونه له ديونغ في مباراه اليوم، كره بمحاوله من اجل التعديل، لا 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 لا، ضاعت على
الآن لسيرجينيو ديس على مشارف المنطقة، تسديدة تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، كرة مرت بجوار القائم، تحولت إلى مية، وصلت إلى منفس ديباي، ديباي 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 إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية بكرة مرت على سلنابي، الهدف الوحيد، عرضية داخل منطقة الجزاء، تهيأت لوك برشلونة، وغريبة كرة لوك مرة أخرى من جديد تصل الآن، أوه بعد لوك يبحث عن التقدم، عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا بتمريرة مثالية جدا حلوة جدا ملعوبة خطيرة جدا، أوه سيلفا في مقتل، في مقتل وفي توقيت كان ينتظر فيه البارسا العودة بهدفين مقابل لا شيء، وهو من يسيطر، وهو من يبحث عن الثالث، وهو من يبحث عن ركلة جزاء، هو من يبحث عن ركلة جزاء، تعرابت نيونيز نيونيز هو ليلة الألم الكبير في كتالونيا بسبب هذا. تاكل هربة وكرت الواحد سافر خطيرة والحارس دافيد دخيل، ماتش فيها هدف من الجانبين ستعوض السنين الفائتة، وهدف أول والحارس دافيد دخيل، دافيد دخيل يتعملق الدخيل أمام دا كرة على دلو، يوسع كرة بالرأس على من كرة والهدف يضيع بطريقة غريبة، دافيد دخيل أنت مظهر، دافيد دخيل أنت تاج بالرأس وسط الميدان الانطلاق الهجومي والتزن، دانجوما يعدي دالو، يهرب دانجوما خطيرة ويثير ولكن فما، أوه يا فارانو، أوه يا فارانو عليك يا فاران، العالم الكل على فكرة وفي كل القارات، ورونالدو الكبير، برونو حلوة، برونو 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 برونو، فرنانديز حلوة حلوة فرنانديز، وين الدور؟ رونالدو والحارس مستحيلة من هكذا مكان، ولكن أول محاولة من رونالدو، كناش نسميه روبن هود، تمشي كورة والهدف الأول، آخر فرصة للشوط الأول، ألفية جول ولعب على دفاع مانشستر، كورة صعبة وخطيرة وفرصة والهدف الأول، باكو الكاثيري جول، 1-0 للفياريال، يا كاتب التاريخ اشهد على التاريخ، يا شاهد التاريخ احضر، عن طريق فرنانديز، فرنانديز أليكس، أليكس وجول، مفروض عليه يغادر هذا الواقع المرير، لأنهم الشياطين الحمر، لأنه الكبير المانشستراوي، لأنه يونايتد الكبير، رونالدو خطيرة صعبة، ليجارد والدون، والدون وجول، والدون والجول، جول 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 جول، أهم أهم أهم، أهو سبارتاكوس، أهو إركيل، أهو العملاق. السلام عليكم، إن شاء الله يكون ماتش ملخص اليوم نال إعجابكم وعجبكم، وأنا متأكدة واثقة فيكم إنكم أنتوا هتوصلوا الفيديو ل50,000 لايك، وإن شاء الله الكومنتات دي حلوة جدا، كومنتات تشجيعية وتحفيزية، كل ما بتعملوا لايكات وكومنتات كل ما بتشجعونا، بننزل فيديو يومي ملخص حلو جدا، هتلاقوا ملخصات يوميا على القناة عندي إن شاء الله، فندخل على الوصفة اليوم، معكم خبيرة التجميل بالعناية بالشعر والبشرة والأعشاب الطبيعية بسمة الشريف. النهارده يا بنات انا مجهزه الوصفه قدامكم على كده، بدير البروتين والكرياتين، معايا ايه؟ معايا قطع مربع صغير كده من الزبده، ومعاه البيضه كامله، ومعاه زيت الزيتون، فوصفه رائعه جدا. هنبتدي نعمل كده حركات دائريه كده ونخلط المكونات جيد جدا، يبقى معايا القوام كريمي بالشكل ده، هنغسل شعرنا وبعد كده هنبتدي نحط الكريم ده على شعرنا لمده من ساعه ونص لساعتين، كل ما تسيبي اكتر كل ما هيديكي نتيجه مبهره اكتر واكتر، وبعد كده هنغسل شعرنا وهنستخدم الوصفة دي 3 مرات في الأسبوع، هتشوفي نتيجة حلوة قوي يا رب إن شاء الله. السلام عليكم.